نتكلم عن الصيام عن رمضان ولا نتكلم عن الجوع، لأن رمضان كلمة رمضان والرمضة ورمضة تعني الجوع العطش الشديد لما تزول الشمس، يعني لما تصل إلى الزوال وهذه الشمس يصبح هذه الأشعة هذه يعني متعامدة مع الأرض وتسخن هذه الرمال الصحراوية وتضع رجليك على الرمال وتحرقها، يقال الرمضاء. الرمضاء هو الحر الشديد، الشمس الشديدة، ورمضاء هو العطش الشديد. فكلمة رمضان يا إخواني تعني الجوع والعطش، فالذي لا يحس بالجوع والعطش لا يستفيد من صيامه. فشرعا صيامك جائز، ما نتكلم عن الشرع، شرعا صيامك جائز، لكن صحي طبيا وعلميا فأنت لا تستفيد من الصيام بالبتة. إذا يعني حولت تحول زمني، إذا حولت الوجبات من النهار إلى الليل، وإذا يعني أكلت الكثير كي لا تحس بالجوع والعطش، فأنت مشي غير لا تستفيد من رمضان، وإنما أزدت أهلكت نفسك.